عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على كتاب مهم جدا اسمه كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس للكاتب ديل كارنيجي. الكاتب ده كتب كتب قوية جدا زي كتاب دع قلقات ده الحياة واكتشف القواعد الذي بيدخلك وفن الخطابة وكيف تتعامل مع الناس. فهو في الكتاب ده بيتكلم على بعض النقط اللي تخليك شخصية محبوبة وشخصية قريبة من الناس، زي مثلا ان انت ما تقعدش تنتقد صاحبك، كتر الانتقاد وكتر اللوم ده بيبعد الاصدقاء عنك، ولا ان انت تشتكي، ولا ان صاحبك يجي يشتكي لك مثلا فتعلي عليه تقول له لا ده انا عندي بلاوي اكتر، لا طب تعال نقيس، تعال نشوف مين عنده مشاكل اكتر. هو مش داخلين مسابقه من اكثر واحد بؤس، احنا داخلين عندك حل قوله، عندك كلمه حلوه قولها، انما مش داخلين مسابقه احنا. تاني حاجه، اعطي الناس شعور بالاهميه بتاعتهم. تمام، بداية لازم تتذكر اسم اللي قدامك وتندهه باسمه مهما كان، حتى لو انت كنت مدير الشركة وهو مثلا اصغر عامل تناديه باسمه، وده دي حاجة مهمة جدا. تحسسه بقيمته، تحسسه بأهمية الحاجة اللي هو بيعملها، ما تسخفش من اللي هو بيعمله. دي حاجة كتير كويسة جدا تخلي الناس تتقبلك. خلي الناس تعمل اللي هي عايزاه، ما تجبرهمش على حاجة. خليك صادق مع نفسك وصادق معاهم. خليك مهتم بالناس، تسمعهم. مجرد ان انت تقعد تسمع حد ده بيخليك شخص محبوب للناس، انما لما انتوا الاثنين عايزين تتكلموا ومحدش بيسمع، لا الواحد بيسرح لما هو يتكلم ويفضفض. فابتسم واتكلم معاه وقول له اه، وخليك منتبه للكلام، مش هو بيتكلم وانت في وادي تاني خالص، او هو يتكلم وانت عمال تقاطعه. لا انت حتى لو مقطع بتبقى اه ماشي كمل تمام مظبوط كده لحد ما يخلص خالص، وبعد كده تبدأ تقول رأيك. وتكلم في المواضيع اللي الناس بتهتم بيها مش اللي انت مهتم بيه. يعني خلي في ارضيه مشتركه او في مواضيع مشتركه تتكلموا فيها. لو مفيش خلي اسمع، ممكن تاخد مهارات او تتعلم حاجه جديده او تفهم حاجه جديده. وحسسه ان الحاجه اللي هو بيقولها دي حاجه مهمه وانت مهتم بيها. تجنب الجدال. الجدال يعني المناقشه حلوه، انما الجدال ان الواحد يتكلم وخلاص ومفيش اي حاجه. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول انا زعيم بيت لمن ترك المراه ولو كان محقا. يعني لو انت حاسس ان الموضوع بدأ يبقاش ليه لازمة، لا سيبه وربنا يرضاك بيت في الجنة، لمجرد ان انت اهتميت بصداقة وسبتك من الجدال العقيم اللي هو مش هيطلع منه بحاجة. مش زي الوجه البرامج التلفزيونية اللي بيمسكوا يضربوا بعض، لا خلي الموضوع افضل من كده. وحاول تفهم وجهة النظر اخرى وتعاطف معاه وشاركه الاحزان، ولو في اي مناسبة حاول تروحها. ولو في خطأ انت اخطأت فيه حاول تعترف بيه، وخليك دايما مبتسم وبشوش. وكتاب جميل جدا، اتمنى تستفاد منه ان شاء الله.